أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا تأشيرة، نناقش فيها ملف جديد لانتهاك حقوق الإنسان على المستوى الفردي والشخصي وأيضا على مستوى عدد من المعتقلين. اليوم نتوجه إلى المملكة العربية السعودية، ما تزال بين الفترة والأخرى تعود قضية المعتقلين السعوديين في السجون السعودية إلى الواجهة، مع قيام عدد من الفعاليات التي تصر وتطالب بضرورة إطلاق هؤلاء المعتقلين الموزعين على عدد من السجون في العربية السعودية. الأحد كان في اعتصام لأهالي المعتقلين أمام سجن الطريفة أو الطرفية بالبريدة، يوم الأحد كان في اعتصام لعدد من أهالي وعدد من زوجات وأقارب المعتقلين في السجون السعودية، وجهت برد فعل أمني وصل يعني إلى مستوى العنف في بعض الحالات، وتم اعتقال عدد من أهالي المعتقلين، أيضا ضرب عدد من أهالي المعتقلين من رجال ونساء الذين يطالبون بضرورة إطلاق هؤلاء المعتقلين، وجدوا أنفسهم أيضا داخل السجون معتقلين بدلا أن يعني يصلوا لأي نتيجة فيما يتعلق بملف الأكبر والملف الأعقد في العربية السعودية وهو ملف المعتقلين. اليوم معنا إحدى المعتصمات أو إحدى النساء اللواتي شاركنا في هذا الاعتصام في البريدة يوم الأحد للمطالبة بإطلاق سراح شقيقيها خالد وفالح، ولكن يعني للأسف أحد أشقائها قتل داخل السجون أثناء عمليات التعذيب والتحقيق. معنا الأخت أم حسان هي شقيقة المعتقلين خالد وفالح فهد الرزمي من البريدة. أم حسان، بداية يعني كلمينا عن ما جرى يوم الأحد في الاعتصام. طبعا احنا حضرنا للاعتصام من أجل المطالبة، طبعا كان الاعتصام سلمي، وحضرنا لمطالبة بإطلاق سراح أبنائنا المعتقلين تعسفيا من دون محاكمة. طيب إيش مين كان حاضر هذا الاعتصام؟ كم عدد الناس الذين شاركوا في هذا الاعتصام؟ والله أعداد كبيرة من الأهالي حضروا الاعتصام، تقريبا 45 مرة و60 رجال 13 طفل. طيب كيف كان تعامل أم حسان الأجهزة الأمنية مع هذا الاعتصام، وهل فعلا كان في اعتداءات، كان في اعتقالات كما جاء في بعض الأخبار؟ صحيح، حصلنا في مضايقات، ويعني اعتصمنا احنا تقريبا 21 ساعة، ولما جينا يعني نهاية اليوم اللي بعده اللي حضرنا تقريبا احنا يوم الأحد، فلما جاء يوم الاثنين جانا المسؤول فقال رسالتكم وصلت وكل ما تبون أبد يعني إن شاء الله واصل وكذا، الآن تفرقوا وإن شاء الله مطالبكم واصلة. تفرقنا حنا الأهالي على أمل أنه في استجابة، بحكم أنه نزلنا عدد من الضباط وبرتب معينة، نزلنا ومشينا بسيارات، تفاجأنا بكمين قوات الطوارئ، صار في ضرب، صار في اعتقال، في مضايقات، طبعا حدونا واحنا ماشيين متوجهين لمنازلنا حدونا بالسيارات، وصار في ضرب، صار في اعتقال، ضربوا شيخ كبير انا اراه قدامي، في حرمه كبيره، اطفال، نساء، هذا اللي حصل يعني. هذه الاعتداءات كانت من قبل رجال الامن على حد سواء، يعني على الرجال والنساء، في نساء تعرضوا ايضا لهذا الضرب او لهذا الاعتداء؟ في اختنا ريما الجريش تعرضت لضرب وحاله اغماء، واحتاجت الى اسعاف، يعني اضطروا انهم يتدخلون بالاسعاف، يشيلونها بالاسعاف. طبعا يعني افيدك علما انه 21 ساعه حصرنا قطع عندنا الماء والغذاء، ما كان عندنا لا ماء ولا غذاء، ومعنا اطفال ومعنا نساء، يعني بعضهم كبيرات بالسن وبعضهم مصابات بالضغط وبعضهم معاهم امراض قلب، فمنعوا عندنا الغذاء والاكل والماء، يعني ما طول الفترة هذه ما جانا إلا بس مرة واحدة، وكانوا أهالياتنا بالنقطة الأمنية المتمركزة قبل تقريبا 3 كيلو أو 4 كيلو، فكانوا يقولون الأهالياتنا يطلون إنه إحنا أعطيناهم أكل وهم ما يعطونا أكل، ونفذت حتى الاتصالات معنا الشاحن، يعني ما في جوالاتنا في الضيف، يعني ما فيها بطاريات. طيب، وكان البعض قال إنه كان أهالي الحي يحاولوا إيصال الطعام والشراب للمعتصمين، لكن كان يتم منع هذا الأمر، إلى أي مدى هذا صحيح؟ صحيح، هذا الكلام صحيح 100%،
منعنا من الأكل والشرب، يعني ما كان الأكل يصلنا نهائي. طيب هذا أم حسان، هذا الاعتصام الأول لأهل المعتقلين في البريدة، ولا أنتم قمتم بأي شيء سابقا يعني لا من لا، المظاهرات؟ سبق قمنا باعتصامات نطالب، احنا اعتصاماتنا يعني سلمية، يعني ما صار في تخريب او تكسير او شيء، اعتصامات سلمية نطالب فيها باطلاق ابنائنا المعتقلين، طيب لا ما لنا اي مطلب ثاني. يعني طيب هم المعتقلين كلهم على خلفيات سياسية، ولا في بعضهم على خلفيات جنائية أو قضائية أخرى يعني؟ لا لا لا، كلهم على خلفيات سياسية، يعني ما في يعني أحد، كلهم معتقلين سياسيين. أصلا هذا معتقل الطرفية معروف، المعتقل سجناء الرأي السياسيين. طيب أنا أود أن أسمع أيضا منك، لأنه يعني أحد الشقيقين يعني قتل أو توفي رحمة الله عليه داخل السجون، ما قصة شقيقك هذا؟ وهل فعلا أنه يعني وفاته المنية داخل السجون أثناء التعذيب، أم أنه يعني كان أمرا طبيعيا وقضاء الله وقدره؟ هذا الأمر بفعل فاعل، هذه القصة ليست ضربة من الخيال ولا فيلم من أفلام هوليوود، هذه القصة حدثت في سجون مملكة الإنسانية. أنا أذكر لكم هذه القصة وأنا أشهد الله وملائكته عما أقول، وقد يسمعها من عاش أحداثها. صاحب هذه القصة هو أخي خالد فهد الرزمي، من خيرة شباب الإسلام دينا وخلقا وغيرة على الإسلام، نحسبه كذلك والله حسيبه. عمره 27 سنة لحظة اعتقاله، متخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود. طيب كم سنة قضى في السجن؟ اعتقل، طبعا تم اعتقاله بمنزلنا بصورة مخالفة للدين، ترويع الآمنين والأطفال والنساء، مخالف أيضا للأعراف العربية، ومخالفا أيضا لأنظمتهم وإجراءاتهم الجزائية الذين هم وضعوها فقط. وقد حاشدوا قوات وسدوا الطرقات في آخر الليل، وفي الساعة الثالثة ليلا من تاريخ يوم 5/10/1427 هجموا على منزلنا وأخذوا أخي إلى سجن المباحث حائل، وبدأت مرحلة التعذيب والضرب والتسهير والتعليق لمدة أيام، والإهانة النفسية والجسدية والإكراه والتهديد والوعيد في شيء يفوق من الخيال. ونال طبعا هذه كلها بأمر من الضابط عبد العزيز الأحمدي وغيرهم من الضباط طيب شو خلف الأبواب المغلقة، وطبعا إحنا لا نعلم ما يحصل لهم في هذه الفترة، يكون ممنوعين من الزيارة. كم يعني مضى على هذا الأمر؟ كم مر على هذا الاعتقال؟ وقت ما اعتقل؟ الآن هو اعتقل، هو أخي الأصغر، أخوي اعتقل بعده بأسبوعين فقط، نقل إلى اعتقل تقريبا كلهم، طبعا نقلوهم بتاريخ من حائل الى بريدك. يعني اعتقل اول شيء فالح. خالد، وبعده باسبوعين اعتقل فالح الرزمي. ايوه، اول شيء اعتقل خالد ثم بعده فالح. فالح شو قصه؟ طب لماذا تم اعتقال خالد بهذه الطريقه وانهالوا عليه بالتعذيب وكذا؟ يعني هل في اسباب، في تهم محدده؟ انا مثل ما قلت لك، يعني هو يعني شاب من خيره الشباب صاحب غيره، من هذا المبدا اعتقلوه. يعني ما اصلا هو اعتقل وتوفى الله يرحمه، احنا ما نعرف وش تهمته ولا تعرض للمحاكمة، ما ندري يعني توفى، احنا ما ندري وش يعني وش القضية الملبس عليه او اللي اعتقل علشانه، ما نعرف. طب متى علمتوا عن وفاته ام حسان؟ طبعا بيوم تم نقلهم من سجن حائل الى سجن طرفية بتاريخ 19/2/1429 يوم الثلاثاء. طبعا لا تسألني عن طريقة نقلهم التعسفية من الحائل للقصيم، هذه لا تسألني عنها، هذه بعد يبغى لها حلقات وحلقات. كنت أسألك فقط كيف تم كمان إخباركم، يعني وإخطاركم بأنه خالد توفي يعني؟ طبعا أنا جايتك الآن بالسرد، لو تسمح لي بس تعطيني بعض الوقت حتى أني أعطيك القصة بتفاصيلها. تفضلي. وضع أخي خالد بعد ما نقلوه للطرفية في غرفة 5 بجناح سي، عانى الأمرين في هذا السجن من سوء الإعاشة والاهتمام الصحي والغربة والبعد عن المسافة. كنا نطالب بتصحيح وضعه من الوزارة لكن بدون فائدة. تاريخ 24/9/1429 هجمت قوات النظام على غرفة خالد وأصحابه، وذلك بسبب هم افتعلوه،
وقد وضعوا القيود والأغلال في أيديهم وأرجلهم وقاموا بتغطية أعينهم واقتادوهم إلى الزنازين وبالعزل الإفرادي ووضعوه في زنزانة صغيرة لم يتم فك القيد والكلبشات لمدة 28 يوما، علما أنه لم يستطيع حتى الأكل والاغتسال، كان يعني بدون ملابس بدون أي شيء يعني يستخدم الإنسان في حياة باستخدامات اليومية، لم يكن معه أي شيء، فقد قيدوا بكلبش 28 يوم كاملة وهو بالقيد 28. طبعا كان لما يبغى يتوضى يضطر انه يفتح المويه عليه وتصب على كل جسمه وملابسه، ما يقدر يعني يتوضى او انه يوكل نفسه، ما يستطيع بسبب القيد والكلبش بيدينه. طب خلال هذه الفتره يعني ام حسان كان بامكانكم يعني تزوروه او تاخذوا معلومات عن طريقه قضائه للمحكوميه هذه؟ لا يمكن تقابله، يعني السجين لا يمكن تقابله إلا بعد ما يسمحون هم إدارة السجن إنه يعني إنه بزيارته بعد ما يطلع من الإفراج والتحقيق يسمحوا لنا. طيب أنت كيف علمت كل هذه التفاصيل عن تعذيبه وعن طريقة اقتياده؟ هل هو أخبركم بهذا الشيء؟ كنا لما نجيب الزيارة كان يروي لنا الأشياء هذه. طبعا بعد ما طلعوه من الزنازين مكت فترة، بعدين رجعوا نفس الجناح الأول اللي هو أول ما جابوه الغرفية، بدأ يحس بألم وصداع وتعب، كان يطلع للطبيب ويروح للطبيب ويطلب منه أدوية وكذا، فكان يعطيه تيسادول بس بدون أي تحاليل أو إشعة. طيب أم حسان لو تكلمينا عن قصة خالد يعني بالتفاصيل. خالد طبعا اعتقل بتاريخ 5/10/1427، هجموا على منزلنا بطريقة يعني تخالف الأنظمة وأنظمتهم اللي هم وضعوها وتخالف الأعراف، روعوا الآمنين، روعوا النساء، أغلقوا المداخل على نفس الحي في أواخر الليل الساعة 3 ليلا، هجموا علينا وأخذوا خالد واقتادوه إلى سجن مباحث حائل، تعرض خلاله للتعذيب والضرب والتسهير والتعليق لعدة أيام والإهانات النفسية والجسدية والإكراه والتهويل والوعيد في شيء يفوق من الخيال. نعم. طيب وبعد التعذيب والاعتقال كيف أنتوا بعد أسبوعين من اعتقاله اعتقل أخوي فالح الأصغر بأسبوعين، نقلوه لسجن مباحث حائل. طبعا بتاريخ 19/2 نقلوهم جميع المعتقلين من سجن حائل الى سجن الاطروفيه. طبعا لا تسالني عن طريقه النقل التعسفيه والوحشيه وتعرضهم للضرب من قبل قوات الطوارئ. طبعا دخل اخي خالد رحمه الله عليه جناح سي غرفه 5، في هذا الجناح عانوا الامرين في السجن من سوء الاعاشه وعدم الاهتمام الصحي والغربة وبعد المسافة، وكنا نطالب نحن الأهالي بالوزارة بتصحيح وضعهم لكن بدون فائدة. بتاريخ 24/4/1429 هجمت عليهم قوات الطوارئ على غرفة خالد وأصحابه بدون سبب، واقتادوهم ووضعوا في يديهم الأغلال وأرجلهم وغطوا عيونهم واقتادوهم بقوة وضرب إلى العزل الإنفرادي ووضعوه في زنزانة صغيرة لوحده، حتى ولم يتمكن من فك القيود والكلبشات عن يديه ورجليه، ومكث على هذه الحال قرابة 28 يوما. لم يتم فك القيود والكلبشات عنه حتى في الوضوء ولا في الغسل على الجنابة، وكان يغتسله عليه ملابسه لأنه لا يستطيع خلعها بسبب الأغلال التي هم فرضوا يرفضون فكها. وهنا يعني أم حسان تم نقله لمستشفى قوى الأمن بعد ذلك ولا قبل ذلك؟ لا، بعد 28 يوم من العزل الإفرادي أخرجوه إلى الجماعي. لاحظ الشباب عليه أواخر شهر 7 خروجه كثير للطبيب، فكان يشرح للطبيب حق السجن، يشرح له أنه تعبان وأنه يشكو من شيء ما، يحتاج الفحص يحتاج العلاج. كان الطبيب يعطيه التيفادول ويقول انت ما فيك شيء بدون ما يكشف عليه او يعمل له اي تحاليل او اشعه. بشهر 8 ارتفعت عنده الحراره عام 29 مع الم، صاحبه الم بالراس،
عدم استطاعة الأكل وصعوبة في البلع، قام الطبيب بإخراجه، طالب الطبيب بإخراجه ولم يخرجه. بآخر شهر 8 قبل رمضان وبعد خروجه للطبيب لأنه كان يشكو من حرارة مرتفعة، لم يقم عليه الطبيب أي فحوصات مخبرية، وكان خالد يترجى الطبيب بأنه مريض ويعاني من شيء ما ويحتاج إلى فحوصات حتى يعرف. طب كيف يعني أم حسان الخبر عندما توفي داخل المعتقل، أو كيف وصل لكم، كيف خبرتكم أجهزة الأمن أو الأجهزة الرسمية هذا الخبر يعني؟ طبعا هو كان يعني ترجى، دخل ووصل مرحلة يعني بنفس المعتقل صارت له غيبوبة، بعدين جاء أمر تحويله للمستشفى خارج السجن، وبعدين قعد 10 أيام، بعد 10 أيام رجع زي ما راح من دون تحاليل من دون فحوصات. قال له الطبيب لازم تحول على مستشفى بريدة التخصصي لأن هم اللي توفر عندهم علاجك. طبعا خرج من المستشفى المركزي توجه للتخصصي، جلس بسيارة الإسعاف من الساعة 3 العصر إلى الساعة 9 وهو معه أمر تحويل طبي عاجل أنه يدخل المستشفى، المباحث ما دخلوه، جلسوه عند باب المستشفى. طيب. بعد 10 أيام أعادوه للسجن، لما أعادوه للسجن تفاجأ أصحابه أنه كيف رجعت؟ قال أنا ما أدري، يعني أنا جلسوني عند بوابة المستشفى، جلست 10 أيام بالمستشفى من دون أي فحوصات من دون أي تحاليل. يعني دخل إلى مستشفى بريدة حسان لما تم تحويله انتظر، بعدين دخل للمستشفى وبعدين لم يلقى عناية طبية، هيك اللي أفهمه منك؟ لا هو حولوه على المستشفى المركزي، السجن حولوه على المستشفى المركزي، المركزي قال علاجه يتوفر بالتخصصي. بعد 10 أيام قالوا لهم بعد 10 أيام من مكوث، ما تلقى أي علاج خلال 10 أيام، ما تلقى إلا فحوصات. فقال الدكتور أنا ما أقدر أعالجه لكم، أودوه الآن أخلي مسؤوليتي أدوه للمستشفى التخصصي. طلع من المستشفى المركزي، المباحث جلسوه عند بوابة المستشفى بسيارة الإسعاف، كانت درجة حرارته 40 درجة، جلس من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 9 ليلة من دون أن يدخل المستشفى أو يجي الدكتور أنه يراه أو أنه يعطونه كمادات أو أي شيء. بعد المعمعة هذه أعادوه لسجنة طرفية، تفاجأ الشباب وأخوي أنه رجع لهم، حكى لهم القصة، قال أنا كذا تعرضت للفحوصات، فقال المستشفى المركزي أنه علاجك ما يتوفر، يتوفر بالمستشفى التخصصي. تمام. جلس بالسجن، اعتصموا الشباب، كسروا الأبواب، جاهم الضابط، فكان الضابط فلما جاهم الضابط قال أنا نفسي في أمر تحويل جاريه، كيف هذا الإهمال؟ فالضابط نفسه اعترف على الإهمال هذا، أنه هذا الرجل مريض ويحتاج رعاية طبية ولكن لم يلقى أي من الرعاية. طيب في هذه اللحظات عندما عملوا الإضراب بعدها يعني بقي بنفس السجن ولا تم نقله لمكان آخر؟ لا طالبنا طبعا احنا ما كنا ندري عنه الفترة هذه، اتصل أخي الأصغر بنا وأخبرنا أنه مريض وأنه وصل مراحل متقدمة جدا بالمرض ولازم يتدخل علاجيا. طبعا احنا دورنا عائلة، خاطبنا المسؤولين، رأس الهرم في الدولة، أرسلنا خطابات، ما جانا أي استجابة لحد ما هم تيقنوا أنه وصل المراحل يعني متقدمة جدا جدا بالمرض. طيب أخرجوه من مستشفى بريدة تحت حراسة مشددة، كانت القيود والخلبشات بيدينه، محاصر، معصوب العينين زي الجثة الهامدة، بإشراف مدير نائب مدير مستشفى السجن. وين تم نقله سادة؟ يعني أنا بدي أوصل معك، وين تم نقله وأين يعني لاقى حتفه يعني أو توفي رحمة الله عليه؟ نقلوه مستشفى قوى السجن الداخلية بمستشفى قوى الأمن. أيوة. سجن في مصر يعني في داخل مستشفى. بعدين صرح لنا طبيب المعالج اللي هو دكتور عراقي بريطاني الجنسية، قال أنا ما أستطيع علاجه تحت هذه الحراسة المشددة، ديد وكلفات والأجهزة وكاميرات، ما أستطيع أبدا أني أعالج ولدك، مستحيل. طيب. هذه الطريقة لازم يفكون الأغلال عن يدين حتى أني أستطيع أن أعالجه. فكانوا يرفضون الشيء هذا، يعني وصل درجات يعني متقدمة جدا جدا يعني ظلوا داخل مستشفى قوى الأمن في العيادات الداخلية، بقي مكلبش والأغلال في إيديه ورفضوا
يفكوا الأغلال عن إيده. ايوه صحيح. ما الذي حصل بعد ذلك؟ بعد ذلك قال الطبيب انه لازم ينقل من مستشفى متمكن، تكون عنده امكانيات تاهيليه، يحتاج لتمارين لانه كان في غيبوبه وكان مقعد ما يتحرك. وتوفي في هذا المستشفى ام حسان؟ ايوه توفي في هذا المستشفى. قبل ما يدخل قبل المعتقل يعني، عفوا ام حسان، بس قبل ما يدخل المعتقل وقبل ما يمر في هذه القصه التراجيديه الماساويه اللي انتهت به في المستشفى، كان يعاني من امراض شقيقك او كان تعبان او في عنده اي شيء؟ كان سليم معافى، كان يعني بكامل قواه العقليه وكان صحته، ما كان يشكي اي مرض، اي مرض نهائي ما كان يشكي. بعد 28 يوم اللي قضاها في الزنازين اصيب بالمرض. بعد 28 يوم مقيد بالكيد والكلبش اصيب بالمرض. وانتم حتى الان لا تعرفوا ما التهمة أو ما السبب لكل هذه المأساة وكل هذا التعذيب وكل هذا السبب؟ إهمال طبي طبعا. هو بعد ما طلع ليش اعتقلوه أصلا من أصله؟ من الأصل لماذا تم اعتقاله؟ لا أحد يعرف حتى الآن. بدون تهمة إلى الآن ما نعرف يعني. اعتقلوه هو أخوه، هو توفى الله يرحمه، وأخوي الآن كمل 7 سنوات، ما نعرف وش تهمتهم ولا حكموا ولا تعرضوا للمحاكمة، يعني ما في أي يعني خبر يدلنا أن وضع قضيتهم كذا أو أنهم بيجلسون كذا. يعني جالس أخويا الحين مضرب عن الطعام له شهر وكمل 7 سنوات، وزيادة على كذا مريض، فأنا أخشى ما أخشى أنه يعني يتعرض. طيب. مثل ما تعرض له أخوي. رسالتك الأخيرة يعني باختصار، إذا كنت تريد أن توجهها لصناع القرار في الداخل العربية السعودية أو للمنظمات الحقوقية يعني. أنا أهيب بجميع من لديه يعني تصرف أو يعني تدخل في قضية أخي فالح. نحن نطالب بفالح، أخرج لنا فالح عاجلا غير آجل، نحن بحاجته وهو بحاجة لعلاج، نريد أن نعالجه، ما نبي الداخلية أو المباحث تعالجه، نحن نعالجه، نحن نعالج أخي. تمام، شكرا. ونريد معاقبة المتسبب في مقتل أخي خالد وفي خطفه من مدينة الأمير سلطان الطبية وإعادته للسجن الحائر. نريد معاقبة المتسبب من بداية القصة الغريبة في سجون مملكة الإنسانية كما يدعون. نريد معاقبة المتسبب إن كان هناك عدالة، وإن كان هناك تمام. زي ما يدعون أننا نسمع أبوابنا مفتوحة، لم نرى أي استجابة، خطابات برقيات. طيب. توجد صور لدينا، خطابات والبرقيات والقصة كاملة لدينا موجودة بالأسماء. شكرا أم حسان، شكرا جزيلا لك أم حسان شقيقة المعتقلين خالد وفالح فهد الرزمي، حدثتينا من العربية السعودية من بريدة. نذكر بأنه خالد توفي داخل السجون أو داخل المستشفى اللي كان يعالج فيه بعد تعذيب استمر 28 عام، فالح مضرب عن الطعام. رسالة إضافية أيضا لرسالة أم حسان إلى صناع القرار بأن يتدخلوا لإيقاف هذه المأساة تعرض لها هذه العائلة وكل المعتقلين في العربية السعودية، خاصة أن العاهل السعودي كان أصدر قرارا بإطلاق سراح المعتقلين، لكن كما تقول أم حسان لم يتم إطلاق أحد، وما زالت هذه الممارسات مستمرة دون أن تعرف ولا أن نعرف ولا أن تعرف المنظمات الحقوقية التهم التي يتم على أساسها الاعتقال. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة، وبهذا نصل لختام هذه بلا تأشيرة. استودعكم الله، دمتم في رعايته.